السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. وهذا الفيديو إن شاء الله غادي يكون خاص بفرض الفرض الثاني من ليس فيتي علوم الحياة والأرض بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي، الفرض الثاني ديال الدورة الثانية. نبداو بالتمرين الأول ديال ريستيتيسيون دي كونيسونس، يعني المعارف، يعني الأسئلة ديال المعارف. عندنا لا بروميير كيستيون ميتر أن كخوا دون لا كاز كونفونابل، يعني غادي نديرو علامة أمام الاقتراح الصحيح أو لا الخاطئ. عندنا لي بروبوزيسيون، اقتراحات، هنا عندنا فغي او فو. نبداو بلا بروميير بروبوزيسيون، لو سيل اي اون ايفابوريت. واش فغي لو سيل اي اون ايفابوريت؟ صحيح، لو سيل اي اون ايفابوريت. علاش؟ لانه ملي كيوقع لنا التبخر ديال اللوغون في عمق صغير من مياه البحر كيعطينا صخور اللي هي ملحيه، اللي هي من نوع ديال ليفابوريت. صافي، اذا هذه عباره صحيحه. لو تريلوبيت اي ان فوسيل ستراتيغرافيك. هذا التريلوبيت هو نوع من الصخور او من المستحاثات، وهاد لي تريلوبيت بيان لي فوسيل ستراتيغرافيك كيمكنونا من التاريخ. اذا هنايا عمليه اولا بروبوزيسيون صحيحه حتى هي. لو فون اي ان اجون دو ترونسبور دي سابل. الرياح هو واحد العامل مهم اولا عامل ديال النقل ديال الرمال، حتى كذلك عباره صحيحه. La diagenèse est la transformation des roches en sédiments. واش فري لا ديجونيز؟ العمليه ديال الدياجونيز واش هي تحول لي روش لي سيديمون؟ لا، هي العكس، يعني التحول ديال لي سيديمون لي روش. صافي، العكس. لي فوسيل سون توجور دوريجين انيمال. سي فوس. علاش؟ لانه لي فوسيل ممكن يكونوا دوريجين فيجيتال. صافي، اذا ما عندهمش علاقه بانيمال او بيان فيجيتال. دونك لي فوسيل ممكن يكونوا دوريجين انيمال اي دوريجين فيجيتال. لا دوزيام كيسيون، كيسيون بي، ريليي افيك اون فليش شاك تيرم ا سا ديفينيسيون. دونك عندنا 5 تيرم غادي نربطوهم بلي ديفينيسيون المناسبين ديالهم. قلنا برينسيپ دو كونتينيتي. شنو هو البرينسيپ دو كونتينيتي؟ عندنا لي زيفابوريت، عندنا ليروزيون، الكوارتز، فوسيليزاسيون توتال، ا سيديمون ريزولتان دو لا بريسيبيتاسيون دي سيل ابري ليفابوراسيون دو لو. هادي هي اللي قلناها في الفوق ديال لي فابوريت. صافي، لانه هو سيديمون، يعني هو نوع من الصخور الملحيه ناتجه على البريسيبيتاسيون دي سيل ابري ليفابوراسيون دو دولو. دونك ليفابوريت هو بيرمي لا داتاسيون، دونك اللي كيمكننا من التاريخ. شكون هو اللي كيمكننا من التاريخ ديال لي روش سيديمونتير؟ اذا اللي كيمكننا من التاريخ ديال لي روش سيديمونتير هما البرانسيب دو كونتينيتي. مزيان، عندنا ليروزيون وبقات ليا كوارتز وبقات ليا فوسيليزاسيون توتال. دونك مينيرال بارمي لي كونستيتيون دو سابل. دونك هو واحد المعدن اللي هو من المكونات ديال الرمال، ومن طبيعة الحال هو الكوارتز. بروسيسوس دو ديغراداسيون اي لا ترانسفورماسيون دي روش. دون ديغراداسيون، التحول ديال لي روش، هي عملية ديال ليروزيون. فوسيليزاسيون توتال هي الكونسيرفاسيون كومبليت دو لاتر فيفون ابخي سا مور. هي فوسيليزاسيون توتال. دونك هاد ليروزيون راه مش جان هنا ندي، وهاد فوسيليزاسيون مش جان هنا. صافي، ندوزو الآن لا دوزيام بارتي، ريزونمون سيونتيفيك اي كومينيكاسيون إكريت اي غرافيك. عندنا هنايا لا بروميير كيستيون، لو دوكيمون أن مونتخ تخوا شيما. دونك هاد الدوكيمون هذا الأول عنده هنايا فيه ثلاثة ديال لي شيما، ثلاثة ديال الرسومات دو ديبو، ثلاثة ديال الرسومات دو ديبو ديليمون ديال الترسب ديال المكونات الصخرية بورتي باغ لو دو لا ريفيير، يعني اللي المكونات الصخرية اللي جات مع الكورون، مع مجرى المياه. مفهوم؟ اذا parmi les trois schémas choisis le schéma correct qui représente la disposition logique des sédiments. دونك disposition logique، ملي كنتكلموا على disposition logique يعني داك الترسب اللي هو منطقي ديال الصخور. يعني كتلاحظوا هنايا عندي في هاد لي شيما شنو عندي هنايا، هادو هما سو سون دي بونت، يعني هما منحدرات. اذا هاد المنحدر هذا كيكون عالي، يعني هذا المنحدر شكون كيكون فيه؟ كيكون فيه كوروندو، كيكون فيه قوي، داك السرعه ديال المياه كتكون قويه. اذا السرعه ديال المياه كتكون قويه، بطبيعه الحال غادي تخلي انه يمشي داك الترسبات اللي القد ديالها كبير. بطبيعه الحال الترسبات خاصها تكون متتاليه من حيث القد. تنشوف هنايا عندي صابل، عندي بلوك، عندي بو، عندي دي غرافي. اذا هنايا نورمالمون منطقيا خاصها تكون بلوك، من موراها خاصها تكون كذلك دي غرافي، من موراها تكون دي صابل. دونك هذا هو المنطق. رانا نشوفوا بلوك كاينه هنا وكاينه هنا، دونك وحده من هادو هي اللي صحيحه، وحده من هادو هادي ما صحيحاش. اذا شكون هي اللي صحيحه؟ واش الشيما الاولى ولا الشيما الثاني؟ لاحظ عندنا بلوك، دونك من ناحيه المنطق عندنا بلوك غتبع شنو غيتبع؟ الكرافي. الكرافي كاينه هنا،
دونك هذه اللي صحيحه صافي. دونك هذا هو الترتيب المنطقي. دونك لو شيما اللي هو كوريكت لو شيما 3 صافي. Pour connaître les facteurs impliqués dans le dépôt des sédiments, on donne le tableau suivant. باش نعرفوا داك كيفاش كيتم الترسب ديال داك لي سيديمون، عندنا هاد الطابلو هذايا. La taille des éléments portés en centimètres. La taille ديال هاد لي زيليمون، عندنا 100، عندنا 10، عندنا 1، 0.1، 0.01 ولا 0.015. وهنا عندنا لا فيتيس مينيمال نيسيسير او ترونسبور، يعني السرعة الدنيا ديال الترونسبور ديال النقل. ده عملية النقل. إذا ملي كيكون عندنا طاي ديال زيليمون 100 سنتيمتر، السرعة ديال النقل كتكون 240 سنتيمتر بار سكوند. ملي كتكون عندنا 10 كتكون هنا عندنا الفيتاس 70، وهنا ملي كتكون عندنا 1 لا طاي عندنا 8. 0.1 كتيكيفالون 0.8، 0.015 كتيكيفالون 0. دونك السؤال هو كيل لا فيتاس مينيمال نيسيسير، شنو هي السرعة الدنيا الكافية أو اللي غادي يحتاجها النقل ديال هاد لي زيليمون. إذا النقل ديال هاد لي زيليمون في 100 سنتيمتر، 100 سنتيمتر السرعة هي 240، 240 شنو؟ 240 سنتيمتر بار سكوند، ما تنساوش الوحدة. ملي كيكون عندنا 0.1 سنتيمتر في لا طاي دي زيليمون، بالنسبة لا فيتاس شحال كون عندنا؟ غتكون عندنا 0.8 سنتيمتر بار سكوند. 3 ديدوير لي فاكتور امبليكي دون لو ديبو دي سيديمون، شنو هما لي فاكتور اللي عندهم علاقة بهذا الترسب ديال لي سيديمون؟ دونك دو فاكتور طبيعة الحال، عندنا الفاكتور ديال لا فيتاس دو كورون دو، وعندنا الفاكتور الثاني هو لا طاي ديال لي سيديمون. دونك فاكتور الاول نقولوا مثلا لا طاي دي سيديمون، لا طاي دي سيديمون، والفاكتور الثاني هو لا فيتيس دو كورون دو. Savez, la vitesse de courant. Deuxièmement, la question B, suivez avec moi. La question B, afin de connaître l'intérêt des fossiles stratigraphiques, on donne le tableau suivant. دابا باش نعرفوا الاهميه ديال هاد لي فوسيل ستراتيغرافيك ديال المستحثات استراتيغرافيه، عندنا هاد لو طابلو هذا. هاد لو طابلو هذا شنو فيه؟ فيه لي فوسيل، فيه المستحثات، وفيه ديستريبيسيون جيوغرافيك يعني التوزيع الجغرافي، وعندنا ديستريبيسيون تومبوريل يعني التوزيع الزمني. اذا هنا التوزيع الجغرافي عندنا بالنسبه لخمسه ديال لي ميليو، ميليو ا بي سي دي او. بالنسبه للديستريبيسيون تومبوريل يعني التوزيع الزمني، عندنا لير بريمير سكوندير تريسير اتسيتيرا. اها هاد بلوس هادي كتعني بريزونس يعني كتعني الوجود. مزيان، اذا دابخي لو طابلو انطلاقا من هاد الطابلو هذا، دوني ان فوسيل كي كاركتيريز لير بريمير، شنو هي المستحاثة اللي كتميز هاد لير بريمير، هاد المستوى الزمني الاول. دونك شنو هي من طبيعه الحال باش تكون عندنا واحد لير اولا واحد الفوسيل كتميز واحد لير، شنو خصها تكون؟ خصها تكون كاينه في لير في ار واحد وما كايناش في ليزار الاخرين، فهمنا ولا لا؟ يعني من ناحيه الحيز الزمني خصو يكون عندها ضيق، حيز الزمني خصو يكون عندها ضيق، يعني ما خصوش يكون عندنا مثلا كاينه في لير واحد وكاينه في لير جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. اذا ها هو، ها هي كاينه عندنا دو فوسيل، لاحظ فيهم الوجود وجود، يعني فوسيل واحد وفوسيل جوج كاينين في لير واحد، ولكن الفوسيل ستراتيغرافيك اللي خصها تكاركتيريز لنا لير خصها تكون كاينه فقط في لير واحد، ما خصهاش تكون كاينه في ار واحد اخر. يعني مثلا هنايا عندنا كاينه الفوسيل واحد كاينه في لير لير بريمير، ولكن ما كايناش في ليزير الاخرين. بالنسبه لاف جوج كاينه في لير واحد وجوج وثلاثه وربعه. دونك فين هي الفوسيل اللي كيكاركتيريز لير بريمير؟ هي فوسيل ان. B. Déterminer le plus bon fossile stratigraphique. Justifiez votre réponse. Je le plus bon fossile. Fossile stratigraphique, ou la moustahata stratigraphique, le moumayyaza naya, بالنسبه لهذا الجدول هذا. واش هي F1 ولا F2 ولا F3 ولا F4. باش نعرفوها fossile stratigraphique le plus bon, شنو خصنا نديرو؟ خصنا نشوفو واش عندها يعني توزيع جغرافي اللي هو كبير، واش عندها كذلك حيز زمني صغير. خصو يكون عندها حيز زمني صغير، وخصو يكون عندها بالنسبه لديستريبيسيون جيوغرافيك خصها تكون عندها واسعه، يعني كاينه بزاف ديال لي ميليو. مزيان، شوفوا اف 1 كاينه في الميليو بي سي و او، وفي لير عندها غير لير واحد. اف 2 عندنا عندها يعني ديستريبيسيون جيوغرافيك لارج، هي ولكن بالنسبه لديستريبيسيون تومبوريل عندها يعني اكستنسيون
غيدوي. بالنسبه للاف جوج كاينه في لي ميليو كاملين وكاينه في ديستريبيسيون تمبوريل كاملين، دونك عندها لارج ديستريبيسيون جيوغرافيك و لارج ديستريبيسيون تمبوريل. دونك لا، بالنسبه للاف 3 كاينه في لي ميليو كاملين ولكن كاينه في حيز زمني واحد اللي هو لارتريسير. ها شتي، دونك هذه هي اللي صحيحه. بالنسبه للاف 4 عندنا فقط في ميليو بي، يعني عندها حيز اللي هو جغرافي ضيق وكذلك حيز زمني ضيق، بينما اف 3 عندها لارج ديستريبيسيون جيوغرافيك، يعني واحد الحيز اللي هو واسع بالنسبه للجغرافيا، بالنسبه للديستريبيسيون تمبوريل كتكون ضيقه. دون اف 3 اف 3 هي اللي صحيحه، هي اللي لو بلو بون فوسي ستراتيغرافيك هنايا في هذا الميليو اولا في هذا الطابلو، كار الى اون لارج large distribution géographique et une courte distribution totale et une courte distribution temporelle. Est-ce qu'on peut considérer le fossile 2 un fossile stratigraphique? Qu'est-ce que nous pouvons dire le fossile 2 est un fossile stratigraphique? Donc, si nous le fossile stratigraphique, nous avons dit qu'il y a une distribution totale par rapport géographique ou distribution partielle ou la distribution d'ailleurs par rapport à la distribution temporelle. Donc, par rapport au milieu juge, nous faisons une distribution complète par rapport géographique, mais حتى بالنسبه للحيز الزمني عندها اللي هو لارج، اذا هنا ما يمكنش نقولوا عليها فوسيل ستراتيغرافيك. دونك نو كار، لماذا؟ كار الى اون غروند اكستنسيون، عندها واحد الحيز الزمني اكستنسيون دون لو طون، حيز زمني اللي هو لارج دون لو une grande extension dans le temps. Question 2. D'après votre connaissance, quel est l'intérêt des fossiles stratigraphiques? Je n'ai pas l'ahemmiya des fossiles stratigraphiques. Donc l'ahemmiya, nous avons dit qu'on a fait la datation. Nous avons fait le tarif des fossiles ou le tarif des roches. Donc permet la datation. La datation des roches. Des roches sédimentaires. Sédimentaires, ça fait. C'est, عندنا le schéma C contre montre une série des roches sédimentaires. Donc هذا الشيما هذا كيمكننا اننا نعرفوا لي اولا كنشوفوا عندنا des roches sédimentaires. Des roches sédimentaires كنعرفوهم بانه كيكونوا مرتبين، يعني هنايا ما عندنا لا فوالق لا طيات، كيبين لنا بانه عندنا واحد التراتبيه دي سي بي ا. دونك هنايا حنا كنعرفوا بانه اللي كتكون لتحت كتكون هي الاقدم، كتكون هي الاقدم، وبالنسبه اللي كتكون الفوق هي الاحدث، صافي. بالتالي انديكي لوردر دو سوبربوزيسيون دي روش اوبسيرفي، شنو هو الترتيب ديال هاد الطبقات. اذا الترتيب ديال هاد الطبقات غنقولوا حنايا لا سترات دي اي لا بلوز انسيان، الطبقه دي هي اقدم، اي لا سترات à la plus récente. Ça fait. Et donc, il y a la plus commune, il y a D, il y a l'Qadima, ou A, il y a l'Hadith. Ou là, on dirait comme ça. On dirait, par exemple, D, كبار من C, كبار من B, كبار من A. Ça fait, يعني A, D, il y a l'Qadima, موراها C, موراها B, موراها A. Ça fait. De quel principe utilisez-vous? Je n'ai pas le principe, je n'ai pas le mabda, je n'ai pas le mabda, je n'ai pas le mabda, le principe de superposition. Le principe de superposition. Je n'ai pas le mabda de superposition. اللي كيكون فيه لتحت الاقدم طبقات الاقدم والفوق طبقات الاحدث. اذا وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.